معاكم من دلوقتي ولحد 19 بفقرات كتيره متنوعه. اكون معاكم انا وداليا. يا صباح الورد يا داليا. صباح الفخر والعزه والسعاده بان الواحد يشعر ان هو فخور ان هو مصري. احنا كل يوم بنكون سعداء وفخورين، ولكن الثلاث الايام اللي فاتوا دول حس الوطنيه. ايوه تحسي قوي ماسكة العالم، ماشية راحة جاية في كل حتة. فصباح الفخر والاعتزاز والعزة بان احنا دايما نشوف بلدنا سعيدة وبخير، ودايما يا رب نشوف مصر عايشة في امن وامان، ونشوف فيها كل ما نتمناه، كل ما بنحلم بيه في اي مكان في العالم، عشان هي تستاهل كل ده قوي. يومكم يا رب مليان خير وبركة، ودايما تسمعوا اخبار حلوة، لان احنا في امس الحاجة ان احنا نسمع اخبار حلوة. كالعادة في صباح البلد نكون مع حضراتكم من 8 ل 10 على مدار ساعتين، عندنا مواضيع جديدة مختلفة يوميا. النهارده بقى لا صوت يعلو فوق الانتخابات الرئاسية. اكيد اكيد يا داليا، واكيد تابعنا الثلاث ايام اللي فاتوا. يعني يمكن الكلمة دايما زي ما بنقول للشعب، وده الواقع الحقيقة اللي تابعناه على مدار الثلاث ايام في الانتخابات الرئاسية 2024. خلينا نقول هو مشهد عظيم الحقيقة، وحضور فوق كل التوقعات، ونقدر نقول عليه انه كان حضور تاريخي وبدافع طبعا وطني. توجه ملايين الناخبين الى لجان الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وامبارح كمان اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم الثالث من ايام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 الساعة 9 مساء، مع السماح لاخر ناخب بالتصويت. والنهاردة لازم نواصل كلامنا اكيد عن المشهد اللي شفناه كلنا المبهج جدا، واللي كان واضح للعالم كله في الانتخابات الرئاسية، وده اللي بيظهر دايما مدى صلابة الشعب المصري، وانه صاحب رأي، وان المشاركة السياسية واجب وطني ورسالة هامة للكل في ظل طبعا التوقيت الصعب اللي بيمر بيه العالم كله. ومشهد زي ما احنا شايفين دلوقتي بيتعرض قدامنا، يعني مشهد مفرح قوي، مشهد ان كل الناس من كل من جميع الفئات ومن جميع كل حته الحقيقه شاركوا في الانتخابات الرئاسيه وادلوا باصواتهم، مظهر ومنظر حضاري. مفرح جدا. واحنا بنشوف العربيات والاعلام دايما، وانت طبعا عربيتك كانت رافعه العلم ماشيه بيها، بقول لك ماشيه بالعلم بتاعش العلم عشان كمان انت ماشيه دايما بتشوفي لجان في كل مكان، بتشوفي الناس وهي متجمعه. والحقيقه ان الانتخابات الرئاسيه المره دي يعني هي لازم نقول عليها ان هي انتخابات العائله المصريه. الاطفال نازلين والشباب نازلين والام والاب والجد والجد، كل الناس كانت نازله، تحس ان هي كانت رحله سعيده بالنسبه لهم. لان طبعا ده مظهر مش بيتكرر علينا كل يوم في السنه ولا كل سنه. فالحقيقه عايزين نشكر الشعب المصري على الوعي الشديد في هذه المرحلة الحرجة. والحقيقة أن المصريين سطروا ملحمة جديدة بنزولهم بالشكل المبهر ده ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، واللي بالتأكيد وصلت رسالة قوية بمدى وعي المصريين بهذه المرحلة الحساسة اللي بيمر بها العالم كله وكل ما يحيط مصر في هذه الفترة. زي لسه كنت بقول لهاد، مش يعني انت شفتي كل الفئات، بس الشباب وطلاب الجامعة دورهم كبير جدا، مش ممكن وجودهم السنة دي. يعني أتمنى أن احنا دايما نبقى حاسين بقيمة مشاركتنا قد إيه، وأعتقد أن السنة دي كان في توعية كبيرة جدا للشباب عشان نشوف دور الشباب اللي كان ظاهر بقوة قوي في الانتخابات في الثلاث أيام اللي فاتت. مشهد مبهج وكل الناس كانت مبسوطة وسعيدة، والحقيقة أن هو ده شباب مصر. لما يبداوا من الاول ويكونوا واعيين من مرحله الجامعه، هتشوف الفترات اللي جايه هيقدروا ياثروا ازاي في مصر، لان من الاخر الشباب ده هو المستقبل، هو عماد الامه. شفنا كمان المشاركه الايجابيه والكبيره، واللي بنوجه لهم كل التحيه برغم كل الظروف، اهالي سيناء اللي اكدوا على دعم الدوله المصريه من خلال المشاركه الكبيره جدا في سيناء، واللي الحقيقه كلنا كنا منبهرين من عدد المشاركين فيها. خليني أقول لحضراتكم كمان أن المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، قال أن الإقبال على اللجان الانتخابية كبير وتاريخي، واستمر مع إغلاق اللجان وكمان في وقت زيادة في بعض اللجان. عايزين نشكر كل المصريين لأن أكدوا على وعيهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية. والحقيقة نهاد مش هينفع نختم كلامنا، احنا فخورين بصي قد ايه بالانتخابات الرئاسية. انا بقى فخورة جدا بقناتي، قناة هذا البلد. التغطية اللي كانت موجودة على مدار الثلاث ايام
مش رائعة، متميزة أكيد. يعني ما فيش حد معلقش على التغطية بتاعت صدى البلد. والحقيقة زمايلنا المراسلين اللي كانوا في كل المحافظات من أول اليوم لآخر اليوم بيقول لك كل التفاصيل ثانية بثانية، الناس بتعمل إيه، المشاركة قد إيه. لحد امبارح آخر لجنة بتقفل كان زملائنا واقفين في كل اللجان، بنوجه لهم الشكر والتحية أكيد. حقيقة الواحد سعيد جدا إن هو موجود في قناة زي دي بتخطي التغطية المميزة دي. الحقيقة التغطية قوية جدا، كان مجهود جبار الحقيقة من وزعيني كل عيني زمايلنا يعني أيوة. تعبوا طول الثلاث أيام من 8 لحد الساعة 9 وبعدها كمان بنقعد يكون فيها تغطية. فالحقيقة الواحد فخور وسعيد أكيد أوه. لازم نشكرهم طبعا ونقول لهم يعني شرفتونا، إخراج وإنتاج وبوفيه وكل الناس بصراحة، كل الناس الحقيقة القائمين على العمل الرائع ده والتغطية الجميلة اللي شفناها على مدار 3 أيام اللي فاتوا. مجهود كبير جدا من كل زملائنا في صدى البلد صحيح. عشان كده بنوصل مصورين ما تنسيش المصورين وكل الناس والمخرجين وكله الحقيقه كان مجهود كبير جدا، والمراسلين اللي راحوا قدام اللجان ووقفوا طبعا من يعني اول اليوم لاخره. دي حقيقه اصل انا كنت قاعده بتابع الانتخابات من صدى البلد دي معروفه من اول يوم لاخره طبعا 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 يعني فبنشكرهم جدا جدا تحيه كبيره جدا جدا. وخلينا طبعا ايه يعني نتابع كده ان شاء الله كده نتيجه الانتخابات اللي هتفرح ان شاء الله كل ان شاء الله نعرف النتيجه ان شاء الله. تعالوا بقى نعرف حضراتكم على فقراتنا النهارده. هنتعرف في البدايه على اهم وابرز عناوين ومنشطات الصحف والمواقع الالكترونيه، وهنتناول بالتحليل مجموعه من الاخبار والملفات المهمه، ويكون معنا فيها الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه. معانا ايه؟ فقرتنا الثانيه مش هتبعد ابدا عن الانتخابات الرئاسيه بالتاكيد، احنا عندنا حد يوم 18 مكملين. فان شاء الله فقرتنا الثانيه هتكون عن الملحمه التاريخيه اللي سطرها المصريين خلال الايام الثلاثه الماضيه، وكمان المشهد بشكل عام وحتى ايضا الانتخابات بالخارج كان فيها مشهد مشرف وكان فيها حضور قوي. فعايزين كده نعرف الخطوات المقبله والمشهد المصري العظيم وانعكاسه في هذا التوقيت وتفاصيل اخرى من خلال الكاتب الصحفي دكتور بشير عبد الفتاح الباحث والمحلل السياسي.